الست لطفيه جاء على بالك بدبابه؟ ايه يا عمو، وانت شو جاي على بالك تاكلي حتى اجيب لك يا عمو؟ انا شو ما كان باكل، بس سأل على مرتك هدى يلي ما عم تسأل عليها شلون قاعده ولا شلون نايمه ولا شو عم تاكل، ولا هديك بنت الست وهي بنت الجاريه. شو هالحكي يا عمو؟ اسمع عصام يا عمو، اذا قلبك مايل للطفيه اكثر اكذوب على هدى وتعال عندك، اكذوب عليها وقول لك كلمه حلوه. شو ذنبها تظلمها معك؟ شو ذنبها ما تجي لعندها بالجمعه مره واحده بس؟ شو ذنبها تحسسها انها عايشه غريبه لا معلقه ولا مطلقه؟ شو معلقه ومطلقه؟ هدى مرتي، شو بنا؟ طالما بتعرف انه مرتك ما بيجوز تعاملها هيك، بكره الله يوم القيامه بده يسالك عنها مثل ما رح يسالك عن حالك ومالك وشبابك. اذا بدك تفوت على النار بتضل قاسي عليها، او الا ما بدي اياكي روحي لبيت اهلك. يا مو انا ما بدي طلقها لهدى، ما بدي. لكن كون عادل معها، مثل ما لطفيه مرتك هدى كمان مرتك، عاملها بالمعروف احسن ما اغضب عليك. لا يا مو، بوس ايدك بوس ايدك تسامحيني. انا لا تراضيني ولا تطلب مني سماح، انت ابني وشو ما عملت قلبي ما بيتقال عليك، بس روح راضي لي هالمسكينه هدى. حاضر، وينها؟ جوا بالاوضه عم تكوي. زعلاني مني يا توت؟ كتير ابن عمي كتير. مشان الله سامحيني، سامحيني يا هدى. الله يسامحك ابن عمي. شو جا عبالك تاكلي اليوم؟ مثل ما بدك. شو رأيك طعميكي كبة دبابة؟ اللي بدك يا تاج راسي. معناها اليوم غدايي عندي كبة دبابة مع شوية سلطة، إذا حبيتي عملينا كم قرص كبة مقلية. على عيني وراسي. تسلم لي عينك على هالوشفة أحلاها.